احنا اللي فات في الكورونا كان حماده، واللي جاي في الكورونا حماده تاني. بمعنى ايه؟ يظهر أشد ما لديه من عداوة للتحايل على اللقاحات والغدر بالمرض. يحارب العالم فيروساً يتغير ويتكيف باستمرار رغم جميع الإجراءات المضادة. شفنا في خلال من أول ما ظهر في الهند في ديسمبر 2020 إنه انتشر جداً وفي ناس ملايين من البشر ماتت. متحورة من فيروس كورونا تواصل انتشارها وتجدد مخاوف العالم من موجات أكثر فتكة. ألفا بيتا إيجاما. عدداً من دول العالم لم تستيقظ بعد من كابوس الجائحة، فمتحور دلتا منتشر في نحو 60 دولة على الأقل. الاسم العلمي المتحور B1617.2، أما الصفة فهي المتحور دلتا من فيروس كورونا، والذي ظهر لأول مرة في الهند في ديسمبر 2020، وأقرت تسميته منظمة الصحة العالمية في 31 مايو الفائت بالاعتماد على أسماء أحرف الأبجدية اليونانية. أما الهدف فهو تجنيب البلدان مضار التسمية. Il progresse même très rapidement. Après alpha, bêta et gamma, voici delta. On ne parle presque que de lui, et pour cause, plus contagieux, bien plus transmissible, ce variant du SARS-CoV-2 fait des ravages en Inde, en Russie et s'installe en France. À l'approche des vacances d'été, il تحور من فيروس كورونا تواصل انتشارها وتجدد مخاوف العالم من موجات أكثر فتكا، واقع سارعت دول كثيرة للاستجابة له واتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية وأعادت القيود جزئيا. أوروبا كانت المسرح الأبرز للمخاوف والاحتياطات معاً، فدول مثل البرتغال وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لوحت بالعودة إلى الإغلاق بنسب مختلفة. بدرجة هو ينتشر بسرعة أكثر 60% من الأصلي، ويعني شدة المرض 50% أكثر. لابد هلأ خلال الصيف مع الانفتاح الحاصل ومع كثرة السفر أن يصل إلى البلاد العربية. انتشر لغاية الآن إلى 98 دولة حول العالم. يحارب العالم فيروساً يتغير ويتكيف باستمرار رغم جميع الإجراءات المضادة، وحالياً تنتشر سلالة جديدة من الفيروس تم رصدها لأول مرة في الهند، ما يعرف بسلالة دلتا المتحورة، معدية أكثر بكثير من السلالات المعروفة سابقاً. النظام الصحي في الهند بلغ حدود طاقته ومات الكثير من الناس، وفي الأثناء انتشرت هذه السلالة المتحورة في أكثر من 80 بلداً، ومن المفترض أن يوقف التطعيم الفيروس، لكنه سباق مع فيروس كورونا اللي هي السلالة الهندية اللي بيطلق عليها دلتا المتحورة. دي سلالة احنا بنعتبرها نوعاً ما مثيرة للقلق. ليه مثيرة للقلق؟ عادة فيروس كورونا احنا عارفين من الأول من تاريخه ان هو بيحصل عليه طفرات. الطفرات دي مش بتغير في شكله بس، لا، دي بتغير في خصائصه. اذا كان على الشكل مفيش مشكلة، يعني احنا اساسا اذا كان في تغيير في البروتين اللي هو بتاع الفيروس، التغيير الخارجي لو خفيف أو الطفرات بتاعته بسيطة مفيش مشكلة، لكن المشكلة كلها بتكمن في إن الفيروس نفسه كورونا بيغير الخصائص بتاعته، وهي دي المشكلة المثيرة للقلق من السلالة الهندية اللي احنا بنسميها دلتا المتحور، لأن حصل انتشار كبير في الهند. والانتشار الكبير قوي ده احنا الابحاث الأولية اثبتت ان هذا المتحور سرعة انتشاره زيادة 50% عن السلالات السابقة، وبالتالي الفيروس ده مش انتشر في الولايات الهندية وبس، لا، انتشر على مستوى جميع دول العالم ومنها انجلترا. فأصبح هذا الفيروس اللي هو دلتا المتحور بيشكل حوالي 91% من
السلالات اللي موجودة في إنجلترا. وطبعاً ده زي ما اتفقنا هو انتشر في حوالي أكثر من 92 دولة على مستوى. حينما يكافح العالم وباء كورونا بتسريع وتيرة اللقاحات، لا يزال متحور دلتا الذي اكتشف مؤخراً في الهند يظهر أشد ما لديه من عداوة للتحايل على اللقاحات والغدر بالمريض. ما يجب أن يتم التركيز عليه هو كيفية التعامل مع أعراض هذه الطفرة الخطيرة، إذ قال أطباء في الهند لوكالة بلومبرغ إن معظم المصابين بالمتحور دلتا يحتاجون إلى الدخول للمستشفى وللعناية المشددة، كما أنهم يحتاجون إلى الأكسجين أكثر من غيرهم، وأن الأعراض تشمل غالب الأحيان الغثيان والإسهال الشديد وآلام المعدة وفقدان الشهية والقيء وآلام المفاصل، إضافة إلى أعراض في الجهاز الهضمي. إحنا اللي فات في الكورونا كان حمادة، واللي جاي في الكورونا حمادة تاني. بمعنى إيه؟ إحنا كنا عندنا كورونا اسمها ألفا، هي اسمها العلمي كده، اللي هي موتت الناس وقفلت الاقتصاد وبوظت الدنيا والإصابات والاقتصاد، كان اسمها ألفا. من شهرين ثلاثة إحنا معانا دلتا. إيه دلتا ديت؟ ده عقد ومهر جديدين، أعراض مختلفة. لازم تعرف دي أهم حتة، أعراضها غير الأعراض بتاعت ألفا. دلتا غير ألفا، دلتا دي اللي هي المتحور الهندي. الآن واليوم منظمة الصحة العالمية تتحدث على إنه غالبية الإصابات اللي في العالم اللي فاتت الفترة القصيرة اللي فاتت والإصابات اللي جاية في الفترة القصيرة اللي جاية هي من ماركت دلتا. موضوع آخر، أعراضها حاجة تانية، قوتها حاجة تالتة، انتشارها حاجة. 40 عاماً أعلننا استقلالنا عن مليك بعيد، واليوم بتنا أقرب من أي وقت مضى من إعلان فكاكنا من فيروس فتاك. بيد أن كلمة الرئيس الأمريكي لم تخلو كذلك من التحذير. لا تسيء فهمي، فنحن لم نتغلب على فيروس كورونا، فكلنا ندرك ظهور سلالات قوية مثل دلتا المتحورة، وأفضل وسيلة دفاعية هي تلقي التطعيم. We'll be right back.